السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدولي المغربي أمين حارث يتعرض لإصابة قوية وإصابة خطيرة على مستوى الركبة في مباراة جمعت بين فريقه مارسيليا وفريق موناكو في الجولة 15 من الدوري الفرنسي. أمين حارث الذي سوف يكون مع المنتخب المغربي في كأس العالم، لكن في بورت اليوم تعرض لإصابة قوية وخطيرة، إصابة على مستوى الركبة تكون خطيرة على اللاعب وتكون قوية على اللاعب كذلك، ويكون هناك بعد التوقعات على أنها إصابة في الرابط الصليبي، لكن لحد الآن لا يوجد أي أخبار وأي تقريرات يدل على أنه إصابة بالرابط الصليبي نتمنى أن تكون إصابة خفيفة وطفيفة إن شاء الله، وأن يكون مع المنتخب الوطني المغربي. لكن ما شاهدناه من ردة فعل اللاعبين، لا لاعبي موناكو ولا لاعبي مارسيليا، على أنها تبدو إصابة خطيرة وإصابة قوية، وكذلك ردة فعل أمين حارث والصرخة على أنها إصابة قوية وإصابة كبيرة. نتمنى السلامات للدولي المغربي أمين حارث، وأن تكون أن يكون بخير وبألف سلامة في مباراة اليوم. طبعا كما قلت اللاعب سوف يتواجد مع المنتخب الوطني المغربي. نتمنى أن هذه الإصابة لا تحرم اللاعب من التواجد في المونديال، لأنه واحد من الركائز الأساسية لدى المدرب الوطني الركراكي. نتمنى السلامات، وهذا وكل شمالنا وكل التوفيق لكم.